بين سبورتس. نرحب بكم في هذا الموعد الأوروبي، ولكن الحدث من خلال هذا اللقاء عودة الدون كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي اللي تغيب عن اللقاء الأول أمام كرواتيا في ملعب دراغاو بسبب التهاب في اصبع. كرة داخل منطقة جزاء البرتغال، محاولة سويدية إلى ضربة مرمى. المنتخب السويدي القوي بالدون، رونالدو يحاول المرور ولكن تقدم قد فرصة المنافسة على هذه المجموعة، ولكن يبقى اللقاء اللي راسخ فيها. كرة تلعب داخل منطقة جزاء البرتغال، بيبي رافائيل هي لزلاتان بما يساكي الساق، تبعت حول العالم واستنافة من جديد. إيميل فورسبيرغ يلعب كرة بعيدة لين مع البرتغال، كرة الصميدان دانيلو يتابع والحكم الهولندي يحتسب خطأ ليدو. رونالدو يمر الدون، رونالدو يمرر لبرناردو ولكن سيلفا بالتسلل. برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، تبعت كرة تصل لكيريرا، كيريرا سدد ركض غالي برناردو بالكعب، كرة خطيرة تدخل البرتغال، هو أول هدف برناردو سيلفا. رفع الكرة داخل منطقة الهدف لا يضيع، بيبي ضيع كرة التقدم تضيع على البرتغاليين أمام بيبي اللي عنده سبع أهداف دولية، يضيع كرة سهلة. شوفوا ترفع داخل منطقة الجزاء والدفاع رجع لورا، برونو فرنانديز الباحث عن الكورة، جواو كانسيلو انطلق كداش، عرضية خطيرة كسر هذا الرقم زلاتان ابراهيموفيتش في تنفيذ الركنية. كرة مستبقى بالأول، رونالدو صبا ولسان رونالدو في المرمى ولكن يتصدى للسويدي نوبلاء أيام جوردا وشلنا في مرسول إفريقية. كرة ترجع من جديد بخطأ لصالح المنتخب السويدي. إيتون يلعب كرة سهلة عن بورو وغابت عن مهبل الكبير كأس العالم. الدون 12 فارس برتغالي، ترفع من إيرلندر بين منطقة يرفع كرة هذه رأسية ترجع برين. كرة تلعب الآن داخل منطقة الجزاء، دانيلو أرقامها المخيفة تتحدث على رونالدو. كرة داخل منطقة الجزاء تغطية من المنتخب السويدي، كرة داخل المنطقة رونالدو يرتقي لها، تحرك ممتاز من رونالدو قال لا أولسن، قال لا للدون. رونالدو يتحرك، رونالدو داخل منطقة جزاء السويد يسدد الدون ولكن أولسن كارير التصويب التسديد هو الحارس أمام كرة رونالدو وتصبي الحارس أولسن بالرجل على طريقة حراس كرة اليد تمر من بيبي الساك أقرب لبيبي ترجع تصل لدانيلو بانيلو كرة كريم كيداش انطلاقة شواو عرضية يخسرها اللاعب أولسن تمرير من فيليكس لمسة من مونتينيو كرة ثابتة بمثابة هدية يقدمها السويدي لرونالدو سفينسون يتلقى تاني انذار يطرب السويدي لحصوله على الانذار الثاني هل ياتي من هذه الكرة رونالدو انه الدون انه الظاهرة كريستيانو رونالدو ارقام الدون ستظل خالدة وراسخة في تاريخ كرة القدم رونالدو الهدف رقم 100 في ملعب